لذيذ؟ ايه اللي لذيذ؟ ده لذيذ وطعم ومفيش اجمل من كده في الدنيا. عملته زي ما انت بتحبه بالظبط، سمن زياده، ملح قليل، زودت السم شويه. ازود الصوص؟ رحمه، يعني دي اقل حاجه اقدمها لواحد خطف امي وعيشني ليله جميله قوي. ايه تاني يا عايزه تقولي ايه؟ واضح ان السجن غيرك بس للأسوأ. ما عملتش حساب دماغ اللي قدامك. هي في الاول دخلت عليا وقضيت ليله وحشه قوي، فكرت شويه بعد تهويشه الرصاصه دماغي فضلت تودي وتجيب وتودي وتجيب. قلت يعني هي مش صدفه يعني ان امي تتخطف أول ما عايز يخرج من السجن. على فكرة أنا ما كنتش مستنية سعيد هو اللي يقولي، أنا بس كنت عايزة أتأكد، خصوصا لما جريت ناعم معايا. أنا أتأكد. على فكرة أنا بقيت أنسى اليومين دول كتير قوي. أنت كنت عرضت عليا حاجة كده من يومين، ممكن تفكرني بيها بالظبط؟ كويس إنك نسيت يا رحمة، علشان ده وقتها. كنت بقولك تعالي ننسى اللي فات ونبدأ من جديد. طلبك مرفوض. يا ريت تاكل بألف هنا وشفا وما اشوفش وشك تاني. ليه يا رنا؟ استصعب ليلة رعب قضيتيها في بيت أمك؟ طب وأنا؟ 5 سنين في السجن مالهمش أي اعتبار عندك؟ ليلة واحدة ولا 5 سنين؟ أيوة يا رحمة، أنا اللي خطفت أمك وكان ممكن ما أخليكيش تشوفيها بقية عمرك، وكان ممكن كمان أخليكي تدفعي اللي وراكي واللي قدامك اللي هي فلوسي أصلا، وكان ممكن أعمل حاجات كتير دماغك ما تجيبهاش. بس انا اخترت ايه؟ عملت ايه؟ كل ده ملوش اي حساب عندك. جايه دلوقتي تعملي نفسك الضحيه. اسمعني كويس يا عز، اكبر غلطه في حياتي عملتها ان انا اتجوزتك وندمانه على الغلطه دي. انت حاجه وانا حاجة تانية خالص. انا اتجوزتك بس عشان اغيظ معاها وعشان فلوسك، لكن الغلطة دي مش لازم تتكرر تاني بيني وبينك ابدا. غلطة لما تبقي البني ادم الوحيد اللي حبيتها في حياتي وتقولي غلطة لما سامحك على 5 سنين ضاعوا من عمري، وتقولي غلطة بخليك تصرفي في فلوسي وعيشك العيشة اللي انت عايشاها عمالة تبرطع يمين وشمال، وتقولي غلطة. كل ده وغلطة يا رحمة. عايز تسمع زيادة؟ أسمعك. ما كنتش بطيء أشوفك نايم جنبي، كنت بتكسف لما أصحابي كانوا بيشوفوني معاك. منعت حملي منك فوق 100 مرة عشان ما تبقاش أبو ولادي. شوية كرام يا أخي، ده أنا موجوعالك يا أخي. موجوعالي؟ أنت موجوعالي؟ رحمة أمي يا رحمة لو أوريكي. أنت معاكي حق. عز اللي طلع من السجن طلع ني شوية، طاري حبتين. طلع وكان فاكر ان السنين ممكن تغيرك. لا، دلوقتي هطلع من هنا ومفيش في دماغي حاجه
غير اني ادمرك يا رحمة. في حاجة مهمة قوي نسيت اقولها لك يا عز. الحكومة طلع يومها مش بسنة ولا حاجة، ادوني الفلوس، بس لو عايز تروح تاخدها بقى بمعرفتك من الحكومة انا تحت امرك. ولا حلال عليا؟ مليون جنيه ده انا عايز يا رحمة، وبقولها لك دلوقتي اهو، مش خسارة فيكي 50 مليون، دفعه في أذاكي وأجيبك تحت رجلي.